إن قيل حواء قيل فاطم فخرها أو قيل مريم قلت فاطم أفضل أفهل أفهل لمريم والد كمحمد أم هل لمريم مثل فاطم أشبل كل له عند الولادة حالة يقارنها بين فاطمة ومريم كل له عند الولادة حالة فيها عقول بني البصائر تذهل هذه لنخلة هل تجت فتساقطت رطبا جنيا فهي منه تأكل ولدت بعيسى وهي غير مروعة أنا وحارسها السري أبسل والزهر يا شاعر قال وإلى الجدار وصفحة الباب التجت بنت النبي فأسقطت ما تحمل سقطت وأسقطت الجنين وحولها من كل ذي حسب لئيم جحفل ولسوف تأتي في القيامة فاطم تشكو إلى رب السماء وتعول صاحت يا أبو إبراهيم قوم من القبر شوف خانت الأم عودنا ونسيت معروف بالصوت ضرباني وعلي قاده مجتوف مغصوب حنقا والورث يا منهم تقعد تعاين ساعدي ولقمة عيوني صوت الرجس والرام يا ابو القاسم امتون هجموا على داري ومحد وقاف دوني بعدك يا ابو ابراهيم قلبي شلون ما يذوب شحتم البويا من مصابي وكثر بلواي فقدك وغصب المرتضى وضيعت يتام وكسر الضلع وتسقط جنيني من احشاي نهبو نحلتي وصابرة والصبر كم دوب كم دوب أنا تصبر وقلبي ممتلي جروح ثاكل بيام الله منعوها من النوح يا ياب كل يوم أخذي السبطين ونروح بين القبور أقعد وأرجع وقت الغروب ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. لتعجيل الفرج وقضاء الحاجات صلوا على محمد وآل محمد. شخصيات القرآن الكريم. مرة الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم يتناول في آياته شخصيات قد تكون هذه الشخصيات مثالاً للصلاح، وفي المقابل قد تكون شخصيات وهي مثال للانحراف والفساد. من أجل ماذا يا أحبه؟ من أجل أن الإنسان يقيس نفسه بهذه الشخصيات. يعني إذا جينا شخصية، أفرض مثلا أنها شخصية أصحاب الكهف، هؤلاء السبعة الذين تركوا كل ما عندهم من مناصب، من عيش رغيد، من إلى آخره، وتوجهوا إلى كهف أشبه بالقبر ليس فيه أي مقومات للحياة. ثم الله سبحانه وتعالى يقول عنهم إنهم فتية آمنوا بربهم. يعني هذا الله سبحانه وتعالى شهد بإيمانهم. أنا أقيس نفسي بالنسبة إلى هؤلاء، يعني أنا لو صرت في ظرف مثل هذا الظرف اللي عاشوا هؤلاء السبعة، بكون مثلهم؟ أفر بديني وإيماني؟ حتى لو رحت إلى مكان أعظم علي صعوبة في العيش من المكان السابق، أقيس نفسي. لذلك الله سبحانه وتعالى يعطينا مؤشرات لقياس المستوى الذي نعيش فيه. فالشخصيات الصالحة تعطينا درجات للارتقاء بالنفس. أنا أقيس نفسي بالنسبة إلى أهل الكهف، أقيس نفسي بالنسبة إلى مؤمن آل ياسين الذي خرج وكان مريضا عليلا وذهب لينصر المرسلين الثلاثة من دون ما واحد يدعو ويقول لي تعال، من دون أن يعرض عليه الموضوع، ما عنده صلة بالمرسلين الثلاثة وما إلى ذلك. هذه نماذج. ونماذج أخرى مثل قارون، مثل فرعون، هذه نماذج أيضا موجودة في القرآن الكريم. أقيس هذا فرعون الذي غرته الحياة الدنيا وكل ما لديه من أجل الدنيا، أنا أشوف نفسي هل تغرني الحياة الدنيا أم لا. هذه مقاييس محددة القرآن الكريم يطرحها لنتفهمها. من الشخصيات التي طرحت في كتاب الله العزيز، هذه الشخصية التي نحن بصددها في هذه الليلة هي شخصية مريم العذراء، مريم البتول. وهذه واقعا من المناسبات التي دأب أهل هذه البلد على إحيائها. يعني يمكن في مناطق ثانية غير هنا مثلا قطيف أو الإحساء ما موجود إحياء لمثل هذه المناسبة، ما موجود إحياء، وذلك للشبه الموجود بين مريم العذراء وخصوص فاطمة الزهراء، وهو موضوع حديثنا هذه الليلة. نعم، قالوا بعضهم إن قد يكون النسب نسب أهل هذه المنطقة كانوا فيما سبق بأنهم على دين النصارى وما إلى ذلك، هذه أمور تقولات. ولكن في الواقع إحياء مثل هذه المناسبات، مناسبة وفاة مريم وفاة يحيى، هي في الواقع تعكس شيئا من التسامح عند أبناء المذهب خصوصا وعند أبناء الدين الإسلامي عموما. يعني إحنا نظرتنا إلى الأديان الأخرى غير نظرتهم إلينا. إحنا مثلا
نسمي بأسماء الذين سبقوا من الأنبياء، نسمي موسى، نسمي إبراهيم، نسمي عيسى، نسمي مثلا مريم باسم مريم وما إلى ذلك. لكن أنا ما شفت، يمكن موجود بس أنا ما شفت واحد مسيحي اسم مسيح اسمه محمد، أو واحد مسيح اسمه أحمد، أو يختارون أي اسم من الأسماء اللي يمكن أن تعتبر ذات هوية إسلامية. أنا ما شفت، إذا شفتون ما أدري خبروني. ليش؟ لأنهم ما عندهم ذلك التسامح حتى على مستوى إطلاق الأسماء، بينما إحنا عندنا هذا الوجود. السيدة مريم تميزت بعدة ميزات، خلنا نذكر بعضها ونقارنها بالزهراء سلام الله عليها. أولا الاصطفاء. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إذن هناك اختيار إلهي، الله سبحانه وتعالى يختار من الناس من يجعلهم مصطفين في الأرض، قدوة إلى الناس وقدوة حتى إلى الأنبياء في بعض الأحيان. هؤلاء هم أهل الصفوة، اصطفاء من الله. شنو معنى الاصطفاء؟ الاصطفاء معناه اختيار بعناية، الله سبحانه وتعالى يختار هذا الشخص بعناية ما فيقدمه على غيره. صاحب الميزان سيد الطباطبائي رحمة الله عليه يفرق بين أمرين، يفرق بين الاصطفاء اللي يرد فيه إن الله اصطفى كذا، وبين الاصطفاء على العالمين. فرق بين الأمرين، فالاصطفاء على العالمين الفعل اصطفاء الذي يتعدى بعلى مقصود من التقديم أنه مقدم على غيره. فإذا يقول إن الله يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يعني أنت مقدم عليهم، هذا بمعنى الاصطفاء. والاصطفاء الآخر في القرآن الكريم يمكن أن يقع بمعنى الاختيار العام، بأن مثلا يصطفيه نبيا، يصطفيه وليا، يصطفيه إنسانا كاملا في الحياة. هذا المورود وارد في القرآن الكريم، ليس الآن موضوع بحثه. إذن هناك اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. شنو معنى الاصطفاء إلى مريم؟ يا مريم إن الله اصطفاك. فعندنا احنا كم اصطفاء في الآية؟ عندنا اثنين: اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. يقولون عدة أقوال في الاصطفائين. الاصطفاء الأول من الأقوال يقول بمعنى التطهير. إذا كان الاصطفاء بمعنى التطهير فلماذا قال بعد ذلك وطهرك؟ فالمفروض أن هناك تغاير، وإلا فلا إعادة في القرآن. قول آخر أن الاصطفاء الأول بمعنى أنها اصطفاها لتكون أماً لنبي من أولي العزم هو عيسى، وعليه كثير من المفسرين. فهذا الاصطفاء الأول أن الله اختارها لتكون أما ووعاء لنبي من الأنبياء العظام أنبياء أولي العزم. والاصطفاء الثاني هو تقديمها على نساء العالمين. هذا هو الاصطفاءان اللذان تكلم عنهما القرآن الكريم في قصة مريم. حينما تجد إلى الزهراء سلام الله عليها أيضا تجد حالة من الاصطفاء. هذه الحالة التي من الاصطفاء عند الزهراء سلام الله عليها، أولا أنها كانت أما لإمامين عظيمين هما الحسن والحسين، إمامين معصومين. وإحنا في عقيدتنا أن مستوى الأئمة أرقى من مستوى الأنبياء، أرقى من هذا المستوى فيما عدا رسول الله صلى الله عليه وآله.
إذا جاءت الزهراء أيضا مصطفاة من الله سبحانه وتعالى لتكون أما لشخصيتين معصوميتين، بالإضافة إلى ذلك أن اصطفاء الزهراء أقدم وأقدس من اصطفاء مريم، على أساس أن مريم لا تمتلك العصمة وكانت الزهراء شنو؟ معصومة، وبالتالي عندها الاصطفاء في الزهراء متوفر أعظم من مريم سلام الله عليه. إضافة إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد فضل الزهراء على كل النساء، وفضلها على نساء الأولين والآخرين، وقد يأتينا فيما بعد حديث أن الزهراء تتكلم مع الملائكة تسألهم، الملائكة تقول للزهراء بأنك مصطفاة من الله على نساء العالمين، قالت للملائكة أوليس مريم كذلك مصطفاة على نساء العالمين؟ قال لها قالوا لها نعم، ولكن مريم سيدة على نساء عالم قومها في زمنها، أما أنت يا فاطمة فإنك سيدة على نساء العالمين منذ بدء الخليقة إلى نهايتها، وهذا خاص للزهراء سلام الله عليه. إذن هذا مستوى الاصطفاء. المستوى الآخر التطهير، إن الله اصطفاك شنو؟ وطهرك. فإذن هناك طهارة، وهذه الطهارة مرة تكون طهارة جسدية، ومرة تكون طهارة شنو؟ معنوية روحية، وكلا الطهارتين توفرت عليهما مريم والزهراء سلام الله عليه. يقول بعض المفسرين من أهل الخلاف وأيضا من أصحابنا، يقولون بأن مريم العذراء حينما الله سبحانه وتعالى خاطبها وطهرك، فإنه نص على طهارتها الجسدية من كل ما هو دنس، ومن ضمن الأشياء هو دم النساء، فهي مطهرة من دم النساء. حينما اجي تجد أن الله استخدم وطهرك فعل مرة واحدة في مريم، فقيل بأنها منقات من دم النساء. عندنا روايات عن أهل البيت عليهم السلام أن فاطمة سميت فاطمة لأنها فطمت من دم النساء. أيهما أبرز ظهورا في الطهارة؟ هنا يقول وطهرك، هناك يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الذي فاطمة الزهراء من أهل البيت الذين طهروا تطهيرا. فالتطهير في سورة التطهير، هذه في آية التطهير، كان فعل وأيضا مفعول مطلق للتأكيد. فأيهما يكون أقوى في الطهارة، حينما تستخدم الفعل لوحده أم تستخدم الفعل مع تأكيده بالمفعول المطلق؟ وبالتالي تكون الزهرة من باب أولى في هذا المجال، وهذا هناك بحوث في هذا الجانب. هذا الكلام مو فقط عندنا إحنا، حتى من مصادر أهل الخلاف من نص على أن الزهراء لم ترد من النساء، وأنها تطهر في نفاسها من الدم بعد ساعة. لذلك بعض العلماء من علمائهم، مصادر موجودة، يقولون بأن الزهراء لم تفتها صلاة أبدا، لا في نفاس ولا في شيء. هذه الميزة التي تحدث عنها القرآن. فإذن الاصطفاء، الأمر الثاني التطهير، الأمر الثالث الانعزال والستر. كانت مريم حينما بلغت مبلغ النساء كلفت، عزلت نفسها عن الناس، مو فقط عن الناس، زين، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا، حتى عن أهلها انعزلت، مو فقط الناس، حتى عن أهلها، لأمرين، للستر
وللأمر الثاني من أجل العبادة التوجه لله سبحانه وتعالى. فكانت غرفتها، إذا صح التعبير، غرفتها محراب. حولت الغرفة إلى محراب كلما دخل عليها زكريا المحراب. ما يدخل غرفة هو، وإنما يدخل محراب لشدة ملازمتها وعبادتها ولشدة تسترها في ذلك المكان. هذه كانت مريم العذراء. وأما الزهراء سلام الله عليها فحدث ولا حرج. يقول الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، يقول: رأيت أمي فاطمة الزهراء قامت ليلة جمعتها، في ليلة جمعة، زين، فلم تزل راكعة ساجدة حتى انفجر عمود الصبح. يعني عندك من، خلنا نقول، من الوقت العشاء إلى الصبح راكعة ساجدة. وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم بأسمائهم، بالأسماء، يعني تعرف حاجات الناس كلها، ولم تدعو لنفسها بشيء، ما تدعو. فقلت لها: يا أمّا، لما لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ قالت: يا بني، الجار ثم الدار. يرى، أقول العلماء المؤرخون، إن قدمي الزهراء وهي شابة، قدمي الزهراء تشققتا من كثرة العبادة. وهذا المستوى اللي يزرع يا أخي الإنسان المؤمن. هذه مريم البتول حينما وصلت إلى هذا المستوى ونوه بها القرآن الكريم، كان يعلم الله سبحانه وتعالى بمستوى عبادتها. والعملية مو عملية، دائما نكرر، مو عملية كم، وإنما هي عملية كيف توجه إلى الله بقلب مؤمن يفتح للإنسان المؤمن آفاق عظيمة. إذا تتوجه إلى الله لو ركعتين بقلب يرى الله، أنت شنو تصنع؟ شخصية عظيمة يا أخي. في بعض الأحيان ترى إحنا ما ندري بمستوياتنا الحقيقية عند الله. يمكن يموت الإنسان وما يدري، وبعده مضطرب ما يدري يروح الجنة، لو يروح وين بيوقف على الصراط، لو وش ما يدري. وإذا به يأتي يوم القيامة وإذا هو في أعلى علي. تشوف هذا الإنسان العادي اللي هو ما يدري عن نفسه، يجي يوم القيامة وإذا هو في أعلى علي، لعمل قام به، لتوجه إلى الله فعله، هو يستغرب في نفسه. يمكن. فهذا الإنسان يا أخي، لذلك هنا قول يقول: إن الله أخفى أولياءه في بين عباده. أنت ما تدري من هو ولي الله في الأرض. يمكن إحنا دائما نحس إن هذا الإنسان اللي قاعد على المنبر ومتعمم وما أدري وإيش جبه، هذا أفضل واحد فينا. يمكن قد يكون لا، ليس بكذلك. قد شخص مو معروف ولا مشهور ولا إليه صيت في المجتمع يعمل كغيره، وإذا به يأتي يوم القيامة ويكون مع الأئمة في مناصبهم، في موقعهم، في مقامهم، ما حد يدري عنه. لذلك لا تستصغر أحدا في المجتمع. معادلات يوم القيامة تختلف عن الدنيا. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. ناس احنا نعدهم من الأبرار ونعدهم من الأخيار وفوق، وإذا يوم القيامة من أهل الجحيم والعياذ بالله. وناس احنا نشوفهم عاديين وقد نكون احنا ما نزكيهم، وإذا هم في يوم القيامة في أعلى علي، ما تدري. نعم. إذن الانعزال والستر. الأمر الآخر، الرزق من الله سبحانه وتعالى والعناية الإلهية. الله اعتنى بمريم، ويعتني الله سبحانه وتعالى بأنبيائه والصالحين. ولتصنع على عيني، هناك نظرة إلى الله، نظرة رعاية
شمولية إلى كل مؤمن. يمكن أنت في بعض الأحيان تريد شيء الله ما يعطيك إياه، تطلبه حثيثاً وتدعو تقول يا ربي يعني أنا مو نفس غيري، ذاك عنده اللي ما يطيعك نفسي وما يدعوك نفسي وما كذا. لا، الله سبحانه وتعالى قد يكون لعنايته بك ما يعطيك هذا الشيء، لعنايته بك قد يبتليك بأمور، ملاحظ ولا، فيبعد عنك السوء من باب العناية الإلهية. من ضمن العناية التي كانت إلى مريم أن الله سبحانه وتعالى كفل لها رزقها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير. هذا زكريا وهو نبي ما كان يحدث له هذا الأمر، يستغرب من وين هذا الطعام. الله سبحانه وتعالى ينزل عليها الطعام من الجنة إلى درجة أنه ينزل عليها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف فتأكل منه. شوف العلاقة المباشرة مع الله سبحانه وتعالى، هذا المستوى الذي يمكن أن يصل له أي إنسان. ترى هذه أمثلة الله سبحانه وتعالى يثبتها في القرآن الكريم حتى يعلمنا بأن أنت بمستواك الإيماني يمكن أن تصل إلى ما وصلت إليه مريم. أحد الكتاب من أهل الخلاف عند كتاب اسمه فضائل فاطمة، أبو حفص اسمه، هذا كان شيخ العراق عندهم ومفسر كبير ومعروف، يقول في يوم من الأيام قال علي عليه السلام لفاطمة: هل عندك شيء نأكله؟ فقالت له: لا يوجد في البيت شيء، وهذا الأكل اللي كنت تأكله إلى يومين كنت آثرك على نفسي وابنيك. هذا الأكل إحنا نعطيك وياه وإحنا ما نأكل شيء يومين. قال لها: أفلا، شوف روح الخلق في داخل الأسرة، أفهل تعلميني؟ يقول خرج فاستقرض دينارا، استقرض دينارا وهو يتمشى، ولا المقداد جاي مذهول ما يدري وش يسوي. التفت له أمير المؤمنين قال له: يا مقداد ما بك؟ قال لي: خلني على بروحي، لا تكلمني يا أمير المؤمنين، أحي مو متفرغ أنا. قال: لا، إلا تخبرني. قال له: ما خرجت من البيت إلا وأطفالي يبكون من الجوع، ما عندي شيء. قال: ما أخرجك هو ما أخرجني، هذا دينار خذه. آثر بهذا الدينار إلى المقداد، فذهب المقداد. يقول الراوي هذا صاحب الكتاب: فصلى الإمام علي سلام الله عليه الظهر والعصر والمغرب في المسجد، ما رجع بيتهم بعد، يستحي رجع بدون شيء، ولا جاينا رسول الله صلى الله عليه وآله عقب صلاة العشاء والمغرب ويقول لي: يا علي، ألديك شيء تعشينا به؟ قال لي: كملت بعد. استحى أمير المؤمنين، أطرق، قال: فلنذهب إلى فاطمة. نروح. ذهبوا إلى بيت فاطمة، وإذا بفاطمة قد انفتلت عن صلاتها وجاءت بذلك الطعام. أمير المؤمنين يقول هذا الراوي اللي ذكر القصة، يقول ظل يناظر في زهرة، ثم قال لها: أولم تخبريني بأنه لا شيء في البيت، من أين لك هذا؟ فقالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أنقل العبارة ناقلنها نصا: الحمد لله الذي أبى لكما، علي وفاطمة،
أن يخرجكما من الدنيا حتى يجريك في المجرى الذي أجرى زكريا، مثل زكريا أنت، ويجريك فيه يا فاطمة بالمثال الذي جرت فيه مريم. شوف هذه المقارنة بين مريم والزهرة مو من اليوم، من رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، كلما لذلك تقول الملائكة الرسول صلى الله عليه وآله، يقول بأن الملائكة حينما تأتي إلى الزهراء في رواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال الملائكة تقول إن مريم كانت سيدة نساء عالمها، وإن الله جعلك سيدة نساء عالمك، يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا فاطمة اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الآيات التي نزلت في مريم تتلوها الملائكة في حديث عن الإمام الصادق، تتلوها الملائكة على مسامع فاطمة إلى فاطمة. فمن يقول بأن فاطمة لم تذكر في القرآن الكريم، كانت مريم في كتاب الله صورة واضحة إلى فاطمة، وكأن القرآن يتكلم عن فاطمة سلام الله عليها. هذا مستوى أيضا من مستوى العبادة. مستوى آخر أن مريم كانت محدثة من قبل الملائكة. القرآن الكريم في بعض آياته يعطينا مثل هذه النماذج، وهي أن بعض من المؤمنين يحدثون من قبل الملائكة، يصير بينهم وبين الملائكة حوار، يمكن أن يصل الإنسان إلى هذا المستوى. من ضمنهم من؟ مريم. لذلك تلاحظ وإذ قالت الملائكة يا مريم، خطاب إلى من؟ خطاب إلى مريم. أيضا في آية أخرى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من. إذن هذا حوار وخطاب من الملائكة مباشر إلى من؟ إلى مريم. فأن لذلك وردت عندنا روايات تقول بأن الزهراء سلام الله عليها كانت محدثة، وأن الله سبحانه وتعالى يحدثها عن طريق الملائكة. في رواية اللي ذكرتها في ذيل الرواية الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إنما سميت فاطمة محدثة لأن الملائكة كانت تهبط من السماء فتناديها كما تنادي مريم بنت عمران، ثم تلا الآية عن فاطمة. إذن كان هناك حالة من المحادثة مع الملائكة، هذه التي كانت إلى مريم أيضا كانت إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وعجيب أن بعض من الكتاب المسلمين استكثر على الزهرة هذا الأمر، رغم أنهم في صحاحهم وفي كتبهم يقرون بأن كل الأمم السابقة كان فيها محدثون، كل الأمم، ويروون رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لو كان في هذه الأمة محدث لكان عمر. احنا ما نختلف في فلان وفلان، ولكن اللي احنا نصر عليه انه كان في هذه الامه محدثون مثل الامم الاخرى، والا لا ميزه للامم الاخرى على هذه الامه. ومن ضمن هؤلاء المحدثين هي الزهراء سلام الله عليها. هذا يا اخي اللي جعل الزهراء ترقى هو تمحضها لله سبحانه وتعالى، كما كانت مريم. مريم في يوم من الأيام رآها ابنها عيسى بعد وفاتها في المنام، فقال لها لو قدر لك أن تعودي إلى الحياة هل تعودين ترجعين؟
قالت نعم. ليش؟ قالت لأصلي لله ركعتين في ليلة شديدة البرد. شوف عظمة الناس متلحفة وهي شنو؟ ركعتين بس، تبي ترجع للحياة لركعتين في ليلة شديدة البرد. ولأصوم لله يوما في يوم شديد الحر. هذه عظمة الإنسان. أنا إذا أقول لك الإنسان ترى يعمل أشياء يمكن ما يلتفت إليها، يا ما إحنا صمنا في أيام شديدة الحر وعانينا في هذا الصيام وارتضيناه إلى الله سبحانه وتعالى ولا تأففنا، يعني الله بيضيع هذا العمل؟ يجي يوم القيامة وإذا عندك مقام عظيم، مريم كانت تتمنى هذا المقام، هذا المقام الذي يثبت لمريم أيضا يثبت لزهراء، لفاطمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. كثير في فضائل أهل البيت، أنا عندي في منزل كثير من فضائل فاطمة من كتب المخالفين، ما يمديني الآن أتكلم فيها، لكن أذكر لك فقط هذه الرواية، مضمون هذه الرواية أن الزهراء سميت بالزهراء لأنها كانت تزهر لعلي في اليوم 3 مرات. كانت الزهراء يتلألأ وجهها عند كل صلاة كل فريضة، وهذا يسليك يا مؤمن ويفرحك، تسوي الصلوات لأن تحس بأن هذه فضيلة للزهراء حينما يشرق وجهها، لكن عندك خبر بأن هذا الوجه قد لطم، عندك خبر بأن هذا الوجه قد ضرب، وإذا بذلك نفسه يقول استقبلتني بوجه أعشى بصري نوره. وش سويت؟ يقول فلطمتها حتى تناثر قرطاها وسقطت على ذلك البابها. جمع قوة من أجل ذلك. ما قال أبويا بيت أبو الحسنين بيتي، وما قال في الزهر احفظوني عقوب موتي، وخر يا ظالم لا تسمع الناس صوتي، والجزل خلف الباب ليش مجمعين؟ قالها بشب النار، قالت شبها عليك، وارحل يا غادر للعهد للنار تصليك. قالها بطب الدار، قالت ما أخليك، لزمت الباب وخرت الحزينة. بانت أناملها وخذ صوته وضربها وقالها يا زهرة حجرتك لازم نطبها، وحل قوته في الباب يا شيعة، وعصرها خرت ونادت يا رسول الله وليه، توجهت إلى أبي يا رسول الله بأي حال يا مؤمن، يد على جنينها المسقوط والأخرى على ضلعها المكسور. وقفت عند ذلك القبر أخذت تنادي ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غوال، قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت
أسمع صرختي ونداي. ويا الزهرة صبت علي مصائب صبت على بارك الله بويا 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 أمر على عبده وضربني ومن ضربته للقاح ذبني ما اختشى من الله ولا رحمني ومن الناس ما واحد حشمني أخذت تقاسي الألم بأبي وأمي ينظر إليها أمير المؤمنين كل يوم يجلس في أمامها وهي تتألم زايد عليك اليوم يا زهرة الوجين بطلي ونين جذاب قلبي من توني يم الحسن بطلي الونين وجاوبيني شوفي أولادك بالبواتش مذوبين صاحت يا حيدر فرقوا بينك وبيني بوداعة الله مسافرة عنك يا بح من هالمرض ما تشوف يا حيدر سلامة زوج عقب عيني يا ابو حسين بأمع بس هالله الله يا علي بهاليتامى سكن خواطرها منشف دمعة العين وجمع أصحابك لا بعد عيني وجهزوني شيلوا الجنازة بليل خفية وادفنوا واللي كسر ضلعي وبالباب عصراني لا يحضرون جنازتي ليش ما يحضرون يا زهرة ليش ما يحضرون هؤلاء تقول ما قصروا يا المرتضى رضوا ضلوعي لليوم من ضرب الرجس ما سكن راعي وبعدي على المختار ما نشفت دموعي طبوا لطامني فوق خدي ومحجر اصرخ وزهراء بينما هم كذلك الامام الحسن والحسين خارج البيت كل يوم يسمعون ونين امهم واذا في هذه المره يدخلان سكوا هذه البيت ما في انين الام ذهبا لها يلتفت الحسن الى الحسين ليش ما نسمع ونين أمنا ولا نسمع كلام إن شاء الله طابت العلة وطاب ضرب ابن لو يا أسماء سافرت عنا وخلتنا يتام وقف الحسن عن يمينها ناداها أنا حبيبك الحسن أجيبيني فلم تجيب وقف الحسين عن يسارها قال أنا عزيزك الحسين رد علي رد علي فلم ترد كشف عن وجهها وإذا هي ميتة أين المنادي وفاطمتها أخذها أمير المؤمنين أبيات الدعاء وغسلها
لكن يا حبيبي حينما غسل عيسى مريم أرأى أضلعا مكسرا، أرأى عينا ملطومة، أرأى جنينا مسقطا. يقول أمير المؤمنين لقد وضع وقعت يدي على ضلعين للزهراء مكسورين، لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق طويل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ فقلت وعزتي الجبار ليس على الزهراء من خمى، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. ماذا فعلوا؟ ومذ رأوها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرا. فأسقطت بنت النبي وحزنا جنين هذا كالمسمى محمد.